السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. النهاردة هنتكلم عن كلية أداب منهج البحث التاريخي. طبعا امتحانهم خلاص بكرة تقريبا، فالخلاصة بتاع الكتاب ده أو منهج البحث التاريخي في أسئلة مهمة جدا عن أول حاجة صفات المؤرخ، ونعرف صفات المؤرخ اللي هو جمع المادة والصبر عليها والسفر والترحال والإلمام باللغات الأجنبية، بالإضافة لساعة الثقافة والمعارف والاهتمام بالمصادر والمراجع. ثالث حاجة الأمانة في كتابة التاريخ وعرض المادة، والعرض الثالث الجيد والمفهوم، ومعانا رقم 8 فهم العصر ومفرداته، 9 القدرة على النقد والتحليل، 10 حاجة اللي هو تواضع المؤرخ ومراجعته اللي هو دايما لكتاباته. ده بالنسبة لأول سؤال عندنا هنتكلم عنه اللي هو صفات المؤرخ. بعد كده عندنا السؤال المهم اللي هي المصادر الأساسية والعلوم المساعدة، اللي انت عندك حوالي 29 مصدر أساسي وعلوم مساعدة في كتابة التاريخ، هتختار منهم 5. طبعا احنا ممكن نختار القرآن، علم الحديث، الأختام، علم الفقه، الاقتصاد، علم الحسبة، الفنون، الفلك، الارتحال، علم النفس، الأدب، كتير يعني. عشان تختار منهم ايه؟ تختار منهم 5. بعد كده الجزئية اللي بعد كده اعداد خطة البحث ونعرف ازاي، ده سؤال برضو من الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. آخر حاجة في المنهج اللي هو النتائج بقى والتوصيات والحاجات دي كلها اللي بتتكلم عن المنهج البحث نفسه. فهنشوف مع بعض كل الكلام ده في إطار الفيديو اللي معانا ده، في عجالة كده وحاجة بسيطة بحيث وانت بتذاكر انت بس تسمعه بس. هنبتدي أول حاجة عندنا من صفات المؤرخ. صفات المؤرخ معناها ان ليس ما كل ما يكتب التاريخ مؤرخ، يعني مش اي حد بيكتب التاريخ يبقى مؤرخ، ما ممكن اي حد بيكتب اي حاجة ده مؤرخ، لا، لازم ليه صفة. طب ما صفات هذا المؤرخ وايه اعداده المهني؟ ولازم يكون ملتزم بالمنهج التاريخي، لازم يكون بيكتب التاريخ بكتابات معينة او موضوعات معينة وبدايات وسجل وازاي يسجل الكلام ده والحاجات دي كلها. وبالتالي لما نيجي نتكلم عن صفات المؤرخ يبقى ليس ها عشان يبقى عارفين ممكن تيجي صح وغلط، دي ليس كل ما يكتب التاريخ مؤرخ. طب ما صفاته؟ انا عاوز اعرفه، من هو هذا المؤرخ. اول حاجه عندنا من صفات المؤرخ جمع الماده والصبر عليه، دي اول حاجه، جمع الماده والصبر عليه. يعني اي موضوع يراد القطاع اللي هو عاوز يكتب فيه لازم يجمع الماده بتاعته ويوصل للمصادر الاصليه الاساسيه اللي بتيجي بقى من مصادرها الاساسيه في علم التاريخ. يعني المصدر الاساسي يا جماعه اللي هو المصادر الاوليه، عشان تبقوا عارفين اساس كده ان التاريخ عموما مبني على مصدرين، مصدر اولي ومصدر ثانوي. الاولي ده اللي هو باقي الى الان، الاثار زابلول مثلا ده مصدر اولي، تمام؟ لكن مصدر ثانوي بقى زي المؤرخين. وبالتالي يبقى هو عاوز دلوقتي يبقى عنده مصادر اوليه يقدر يجيب منها جمع الماده العلميه. فهنا دي قوه المؤرخ في جمع الماده والصبر عليها والتراث وعدم الاستعجال. يعني مش اي حاجه يجيبها كده وخلاص، لا، في جمع وثائق، في اسانيد، في مثلا بقى شهور طويله عشان يثبت الحاجه دي، وبالتالي يقدر يقيم الماده العلميه. ده اول حاجه. تاني حاجه عندنا السفر والترحال. السفر والترحال يا جماعه جمع الماده محتاجه الانتقال من مكان الى اخر عشان تقدر تتاكد من صدق هذه الماده، ومن مكان لمكان ومن بلد لبلد، وبالتالي محتاج سفر وترحال. يعني مش اي حد يكتب التاريخ. ومن تجارب كتابه التاريخ وحوادثه في امثله بسيطه عشان ناكد كلامنا، ما كتبه الدكتور محمد ابو الغار عن يهود مصر في العصر الحديث. الكاتب ليس مؤرخا بل هو طبيب مشهور، الا انه كان امينا وحرفيا، خلي بالك هو امينا وحرفيا، عندما اتبع الاصول في جمع الماده جابها من اصولها من جميع الاماكن، وبالتالي بدا يؤرخ الماده دي وبدا يقول لك ان اليهود هاجروا مصر الى اوروبا وغيرها. دي امانه في الموضوعيه وفي الترحال وفي الكلام ده كله. ونفس الشيء برضو الدكتوره زبيده عطا عندما كتبت عن يهود مصر تحملت مشقه السفر واتنقلت من مكان لمكان عشان تقدر تجيب الماده العلميه الصحيحه. دي ناس عاوزه تفهم، ناس عاوزه تعمل صح. بعد كده الالمام باللغات الاجنبيه.
لازم يكون المؤرخ مثقف يعني، يعني مش اي حد كده، وعلى الاقل يعني اقل ما فيها اللغه اللي احنا بنحبها دايما وفي ناس كتير بتقراها كره العمى، اللغه الاجنبيه الانجليزي. لازم يكون على الاقل للمؤرخ اللغه الانجليزيه، والمؤرخين العرب والمصريين وغيرهم كتابه الموضوعات دي كلها بجميع اللغات. وبالتالي كل ما يكون عنده لغه كل ما بقى عنده ايه مدارك اكبر، فرنساوي انجليزي الكلام ده كله. ولا غنى عن قراءات للاصدارات الجديده، سواء بقى كتب اجنبيه كتب غربيه زي كتابات اللورد كرومر اللي كان اول معتمد بريطاني في مصر، وكتاباته اللي كانت مشهوره عن مصر، وهيرودوت وغيره وغيره وغيره. دي حاجات لازم يكون انت عندك المام بيها كراجل مؤرخ. رابع حاجه سعه الثقافه والمعارف. بالتالي ما عمرناش سمعنا عن مؤرخ مش مثقف، لازم يكون مثقف. لازم يكون المؤرخ مادته ودراسته الاكاديميه وشروطه لابد لها من دراسه التاريخ، وان يكون واسع الثقافه غزير بالمعارف، ويتسع معرفته، والمعلومه كلها لازم تكون عنده موجوده ونشطه، وبالتالي اصبح عنده اساس راسخ في المعرفه، مستمر في تنميه المعارف. عشان كده المؤرخ اهي دي اهم واحده بقى، واسع الثقافه والمعارف، لن تكون كتاباته او موضوعاته الا اضافه للتاريخ الانسان البشري، فافكاره غير ايه مسيسه، وربنا يعافينا من دي. يعني في ناس بتبقى مسيسه لاماكن معينه، حتى ايام الفراعنه كان دايما واحد يقول لسنوسرت الثالث انت الشمس في سماها وانت القمر في ليلها، دي حاجات مسيسه. ناس كتير قالت لبعض الزعماء نفس الكلام. خمسة، الاهتمام بالمصادر والمراجع، ودي مفيدة جدا جدا جدا، اللي هي كتابة التاريخ الصادق لن تكون إلا بمصادر ومراجع أصلية صادقة ومعبرة عن الواقع اللي فيه. وبالتالي الأمر بيختلف في مادة في موضوع لموضوع، يعني مش أي مادة أنت بتستخدمها لازم يكون دولة. فالتاريخ السياسي مثلا للدول في التاريخ الحديث والمعاصر لا يمكن كتاباته بدون وثائق رسمية. عاوز تكتب عن 25 يناير لازم تعمل، عاوز تكتب عن 30 يونيو لازم تجيب مستندات وادله تثبت كده، ما تبقاش مسيس. تمام؟ وبالتالي التاريخ نفسه محتاج اللي انت تبقى موجود في الحدث نفسه. انت مش موجود، بتستعين بناس موجوده. تمام؟ ده بالنسبه للوثائق بقى والحاجات دي كلها. طب هنا نعرفها، انما كلما تنوعت المصادر والمراجع وتعدلت كانت ماده الموضوع مفيده وذات ثقل وصدق وأمان. أما الأمانة في كتابة التاريخ وعرض المادة من أهم صفات المؤرخ وواجباته، ما يبقاش متحيز لحزب على حزب، مش متحيز لذات عن ذات، مش متحيز لشخص عن شخص، وبالتالي الأمانة في كتابة التاريخ. الأمانة فين؟ في كتابة التاريخ. عشان كده كلما زاد ارتفاعه ودورانه، يعني ننظر الموضوع مثلا دائما بعين الصقر، يعني يقول لك الصقر ده عينه إيه بصاصة. لو هو قدر يبص على الموضوع بارتفاع الصقر ودورانه زاد رؤيته الثاقبه لارضيه الواقع، والعكس صحيح طبعا، يبقى في ناس متدنيه ربنا يعافينا منه. تمام؟ اما العرض السلس الجيد والمفهوم عندما تكتمل ماده الموضوع واركانه، على المؤرخ يعمل سيناريو بقى للكتاب. ولما يعمل سيناريو يقدر يوصل المعلومه صح. عشان كده دايما السيناريو ده بيحتاج من المؤرخ ان يتامل ويعمل تمحيص بقى وتدقيق للحاجه، ويعمل ايه عصف ذهني، يعني اكنه راجل مخرج وممثل وفي نفس الوقت ابداع للراي، يبدع. عشان كده لن تكون هناك سلاسه للعرض الا بالفهم الجيد والاقتناعي، ودايما بقولها افهم تحفظ، تحفظ ما تفهمش. تمام؟ عشان كده يبقى عنده سيناريو جيد وخيال بدون اي اسراف فيه. ده بالنسبة للعرض السلس أو الجيد. تمام؟ أما فهم العصر ومفرداته، لازم إن العصور والأزمنة التاريخية اللي في أحوال البشر المتتالية ورا بعضها دي لازم يكون فاهمها. وبالتالي عندما نحكم على أحمد عرابي وتاريخه من منظور، وكذلك الحكم على سعد زغلول كزعيم من منظور تاني، وبالتالي مصطفى كامل ومصطفى النحاس منظور تالت، وبالتالي كل واحد له زمنه وعصره اللي عايش فيه، فكل واحد له مفرداته وليه ظروفه. هل مصطفى كامل كان زي سعد زغلول، كان زي احمد عرابي؟ طبعا لا، كل واحد تبع ظروف اللي عايش فيه. تاسع حاجه، القدره على النقد والتحليل. القدره على ايه؟ على النقد والتحليل. يعني معناه ايه؟ اي عمل بشري لا يمكن ان يكون عملا كاملا الا الكمال لله وحده عز وجل،
وده معناه بيديك فرصه للمؤرخ للنقد. اصل ما فيش حد في الدنيا يعني، الناس لغايه دلوقتي ما اقتنعتش بربنا، في ناس مش مقتنعه بربنا الناس دي ولا اعوذ بالله يعني، وناس مش مقتنعه بسيدنا محمد هكذا. عشان كده لازم يكون في نقد للاعمال بتاعتك عشان تعرف انت صح ولا غلط. كلما كان في نقد لحاجتك اعرف انت ماشي صح. بس نقد بناء، في ناس بتبقى نقد هادم. طب هنا ده النقد. اما التحليل ان يكون هناك رؤيه من المؤرخ وراي متطور وسياق بقى يقدر يكتفي بالسرد من وقائع الاحداث كلها ويبقى قادر على النقد والتحليل في نفس الوقت، يبقى ده بالنسبه للنقد. مفيش حد كامل، الكمال لله وحده، ولازم يكون عنده تحليل رؤيه معينه للمؤرخ تدل على فهم الاحداث وتطور الموضوعات. اخر حاجه تواضع المؤرخ ومراجعه كتابته. المؤرخ لازم يتحلى بصفه التواضع. التواضع من تواضع لله رفعه، ودي بتديله قدره على مراجعه افكاره وكتاباته، ما يبقاش كده واثق ثقه عمياء في نفسه بس. عشان كده لازم يجعل من المؤرخ ده اكثر فائده الماده بتاعته، عكس طبعا المغرور ده انسان بيبقى مريض والعياذ بالله ربنا يعافينا منه. زي مثلا تواضع المؤرخ لنفسه ونقده لذاته ما فعله المؤرخ الانجليزي ارنولد توينبي. ده نقد كتابه الضخم اللي اتممه في 10 مجلدات، بدا ينقد نفسه، لا اللي بعد ما خلص كتاباته نقد نفسه، وده اساس نجاح. وبالتالي هو بينقد لذاته. ديت عباره عن ايه؟ صفات المؤرخ. صفات المؤرخ من الاساسيات المهمه عندنا لازم نخلي بالنا منها. نيجي بقى للفصل الثاني، المصادر الاساسيه والعلوم المساعده. طبعا المصادر الاساسيه والعلوم المساعده القران، علم الحديث، الفقه، اللغات، علم الوثائق، علم الاثار، علم الجغرافيا، علم الاجتماع، علم الانسان، الاختام، علم قراءه الخطوط، علم السياسه، الرنوك، علم النميات او النميات اللي هو مسكوكات، علم فقه اللغه، الاقتصاد، علم الحسبه، علم الانساب، الادب، الفنون، علم السكان، الارتحال والسفر، الفلك، علم النفس، الفهارس، الانترنت، الدوريات، الموسوعات التاريخيه، اللقاءات الشخصيه، كل العلوم اللي بتساعد في التاريخ يا جماعه. طبعا انت بتختار 5 منهم، هناخد الاسهل او الاقرب للفهم. اولهم قراننا العظيم، القران الكريم. ده خير بدايه نبدي بها كتابتنا او القصه بتاعتنا. طبعا القران الكريم بدا تنزيله من الله عز وجل من السماء الى الارض على سيد الخلق اجمعين، صلوا على رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال له اول كلمه ايه؟ اقرا في غار حراء. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. ليصبح القران بكده اهم مصدر كتابه للتاريخ يا جماعه، اللي احنا بعيد عنه. خير شاهد علينا كلنا. اياته كله 114 سوره. فالقران الكريم تدبر ونظر وحكم. خلي بالك من رب العرش العظيم خالق السماوات والارض الى من في الارض، عالم الاسرار والخفايا كلها. عشان كده القران الكريم ما يفيد ايه الصور بتاعته؟ تنبؤ باهميه العلم. عشان كده فوائد للانسان في كل حاجه. فالقران هو الحكم الجامع الشامل موجه للانسان من 7 سماوات. ولا يمكن ان يكتب التاريخ بامانه وموضوعيه من غير قراءه القران وفهم معانيه. ادي اول حاجه. تاني حاجه علم الحديث، دي المرتبه الثانيه. وهو الحديث ما ورد عن النبي من قول وفعل. ما ورد عن النبي ايه؟ من قول وفعل او اقرار. خلاص؟ ده الحديث له ضوابط واحكامات. والاحاديث دي تاني ادله للاحكام كلها. العلماء رتبوا الاحاديث واسندها وذكروا فيها الصحيح وبينها الضعيف والكلام ده كله. عشان كده الاحاديث بنذكر منها صحيح البخاري وصحيح مسلم. عندك حاجات كتير، الموطأ، عندك ابو عبد الرحمن النسائي، ابو عيسى الترمذي، كل الائمه السته وامهات الكتب والائمه الاربعه، كل دول علم الحديث. اما العلم اللي انا بحبه شخصيا عندنا اللي هو علم الفقه، برضه من الحاجات المهمه جدا والسهله. الفقه ده المختصر المفيد في تحقيق ايه؟ كل تطبيق احكام الشريعه كلها. تتوضى ازاي؟ تتعامل مع الزوجه ازاي؟ تتعامل مع نفسك ازاي؟ كل ده حرام ولا حلال؟ ارشاداتك، الارشادات كلها. والفقه ده علم مستنبط فيه اجتهاد ائمه المسلمين، الائمه الاربعه. خلاص؟ والفقه يشمل جميع العلوم الدينيه. وتبنى احكامه المستنبطه من ادله الاحكام الشرعيه الاربعه. واولهم طبعا القران، ثم الايه؟ الاحاديث النبويه الشريفه.
وكتير جدا موضوعات التاريخ الاسلامي تحتاج لمراجعه علم الحديث والفقه، وننتبه جدا للفقه لانه مهم جدا يا جماعه. ده بالنسبه لاول ثلاثه. بعد كده عندنا حاجات كتير بناخد منها اللي عليه الدور حاجات سهله وبسيطه. هناخد مثلا علم السياسه، ده علم بيهتم بطائفه مختاره من العمليات الاجتماعيه اللي بتؤدي تحديد السياسات بقى واتخاذ القرارات، وازاي تقدر تبني مجتمع موجود ويبقى في طبعا مجتمع طبقي اللي هو معتقدات دينيه ومذاهب وعقيده والكلام ده كله. وبالرغم ان في مسائل سياسيه تعتبر المحور الرئيسي اللي بيدور حولها المؤرخون، الا انه ينبغي التنويه الى ضروره الاهتمام بدراسه السياسه كعلم لوحده، لان مجال اهتمام كل من علم التاريخ والسياسه متشابه لحد كبير جدا ببعضه. دي شيء اساسي، وفي مقوله بتقول ان التاريخ هو سياسه الماضي والسياسه هو تاريخ المستقبل. تمام. نيجي برضو للاختام مثلا، برضو من الحاجات السهله اللي فيها وثائق متعلقه بالمكتبات والحاجات الرسميه وانواع واشكال كتير جدا، وشاع استخدام اختام الشمع من ازمنه كتيره جدا يا جماعه، ومعروفه انواع الاختام مشهوره وحاجات كتيره، وبحثت عنها هتلاقيها كتير. العلم النميات اللي هو المسكوكات اللي هي العمله وما تحمل من صور الالهه والملوك والمسكوكات كلها، واللي عملها الباحثين بدا ياخدوا منها التاريخ. في علامات كتير زي الرنون مثلا، دي علامات مميزه بتظهر على الاختام والدروع وعلى ملابس النبلاء والجنود والرايات، وبالتالي الباحث بهذه الرنون كما يكون عارف عنها حاجات بتجعله قادر على اثبات صحه الوثيقه نفسها، وبتنسب الى اي عصر انهي عصر فيه. ده بالنسبه لاول جزئيه اللي هو صفات المؤرخ، ثم الجزئيه الثانيه العلوم المساعده او المصادر الاساسيه. انتظرونا في الفيديو القادم هنتكلم عن حاجات ثانيه هتخص كليه اداب، برضو اعداد خطه البحث، اعداد خطه ايه؟ البحث. وفي برضو عندنا حاجات ثانيه بتتكلم عن النتائج والتوصيات المشهوره في علم التاريخ والحاجات المفيدة جدا. هننتظركم في أجيال أندلس. اشترك في القناة هتصلك كل جديد إن شاء الله. كل اللي أنت عاوزه هتلاقيه تحت الفيديو في الوصف. كل المحاضرات بتاع الكليات هتلاقيها في الوصف. اشترك في القناة هتصلك كل جديد، وفعل الجرس وانتظرني أول بأول إن شاء الله. كان معكم أسامة رزق، مؤسس أجيال أندلس. في أمان الله.